أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه يسبح له من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناس والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. والطير صافات، أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشد إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. معنى كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به. وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، أي كل قد علم. من الذي علم؟ ها؟ من في السماوات والأرض؟ علم، أي كل له صلاة وتسبيح خاصة به تليق به قد علمها. هذا معنى، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد علم الله عباداتهم، وإن لم تعلموا بها أيها العباد. إلا ما أطلعكم الله عز وجل عليها. طيب، الآن عندنا يا أخواني في معنى كل قد علم صلاته وتسبيحه عندنا معنيان. المعنى الأول: كل قد علم، الضمير يعود إلى من؟ إلى من في السماوات والأرض. القول الثاني يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أيهما أرجح؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. لاحظوا خاتمة الآية، قال الله سبحانه وتعالى: والله عليم بما يفعلون. لو رجحنا القول الثاني ماذا ستكون خاتمة الآية؟ تكرار ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ يعني لو قلنا أن المراد كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما بصلاتهم بما يفعلون في صلاتهم وتسبيحهم، معناه أنه كان تكرار ولا لا؟ إذن الاحتمال الأول أو المعنى الأول أصح. لماذا؟ للسياق، لسياق الآيات، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله: والله عليم بما يفعلون، فدل على أن المعنى الثاني مذكور في خاتمة الآية، فلم يبقى إلا المعنى الأول اللي هو كل قد علم صلاته اللائقة به وتسبيحه. فصلاة يا أخواني، صلاة
الطير هل هي مثل صلاة أو تسبيح الطير وصلاته وعبادته مثل تسبيح الجماد وتسبيح الإنس والجن؟ لا يا أخي، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض، فقال ولله ملك السماوات والأرض، أي هو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وإلى الله المصير، أي المرجع يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء، فهو الخالق المالك، له الحكم في الدنيا والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ألم تر أن الله يزجي سحابا. الرؤية هنا يا أخواني رؤية عين ولا رؤية علم؟ رؤية عين. يزجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته. الإزجاء يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته كالسحاب. ألم تر أن الله يزجي، أي يسوق سحابا. السحاب هو بداية المطر ولا لا؟ بداية المطر وما يحمله من خيرات، ثم يؤلف بينه. يؤلف بين ماذا؟ ها؟ يؤلف بين السحاب، أي يجمعه بعد تفرقه. سحابة هنا، سحابة هنا، سحابة هناك، ثم إيش؟ تجتمع. ثم يجعله ركاما، أي متراكبا، يركب بعضه فوق بعض. أي أول ما ينشأ السحاب يا أخواني ماذا؟ سحابا متفرقا. ثم المرحلة الثانية كما هو في الآية يجمع بينه، يجمع متفرقة، تلتحم السحابة هذه بتلك، ثم يجعل بعضه فوق بعض. فترى الودق، الودق ما هو؟ المطر، يخرج من خلاله، أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. ثم قال الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. كم فيها من حرف من؟ ثلاثة. وينزل من السماء، لا المطر، لأنه ينزل، البرق ما ينزل. وينزل من السماء من السماء من جبال فيها من برد. قلنا كم فيها من ثلاثة، الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس. هذا على قول من قال إن الجبال هنا كناية عن السحاب. هذا على قول من قال أن لا هذا على قول من قال أن في السماء جبال يا أخواني حقيقية، جبال برد ينزل الله عز وجل منها البرد. إذا قلنا إن من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس، فهذا على قول من قال إن الجبال جبال حقيقية، أن في السماء جبال حقيقية من برد. القول الثاني أن الجبال هنا المقصود بها كناية عن السحاب، كناية عن السحاب، وهو الراجح، وأن الله عز وجل شبه السحب بالجبال، أي سحب كالجبال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي سحب كالجبال. وعلى هذا تكون من الثانية لابتداء الغاية، لكنها بدل من الأولى، وليست للتبعيض، وليست للتبعيض.
إذن إذا قلنا أن الجبال جبال حقيقية فمن الثانية للتبعيض، وإذا قلنا أنها كناية عن السحاب فهي بدل من الأولى لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. وهو الراجح يا أخواني، الراجح أن المراد هنا كناية، أن الجبال كناية عن السحاب، وليس المقصود جبال حقيقية من برد، جبال حقيقية من برد. طيب، قال الله عز وجل فيصيب به من يشاء، الضمير به يعود إلى ماذا؟ ها يا أخواني، بالبرد. والقول الثاني الوطر، في قول ثالث الجميع. طيب صحيح، اختلف المفسرون أيها الإخوة في عود الضمير هنا، فقال بعضهم المراد به نوعي البرد والمطر، فإذا قلنا أنه نوعي البرد والمطر يكون قوله تعالى فيصيب به من يشاء رحمة ولا عذاب؟ رحمة. ويصرفه عمن يشاء تأخير الغيث عنهم. لكن إذا قلنا أن المراد به البرد يكون معنى الآية فيصيب به أي بالبرد نقمة ولا لا، ويصرفه عمن يشاء رحمة، أيهما أرجح؟ يعني هل أرجح المطر ولا أرجح البرد؟ ولاحظوا يا أخواني إذا فسرتم، إذا عاد الضمير إلى المطر فتفسير يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يختلف عما إذا قلتم يعود إلى البرد، لأن فيصيب به رحمة إذا كان المطر، لكن إذا كان البرد هل إصابة البرد يا أخواني رحمة؟ لا. الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أيها الإخوة أن الضمير يعود إلى البرد لأمرين، الأول لأنه أقرب مذكور ولا لا، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به، فهو أقرب مذكور. الأمر الثاني أن الإصابة لا تأتي غالباً إلا في الشر، أن الإصابة لا تأتي غالباً إلا في الشر، ومنه سميت المصائب والمصيبة، منه سميت المصيبة والمصائب. إذن يا أخواني الضمير يعود إلى البرد لأنه أقرب مذكور. يكاد سنا برقه، يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته، وذلك من قوته. ثم قال الله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار، أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيهما. فنحن في هذه الأيام أيها الإخوة نلاحظ ماذا؟ أن الليل بدأ يأخذ من النهار، يأخذ من النهار، ففي بلادنا وأيامنا هذه الليل بدأ الآن يأخذ من النهار من أوله ومن آخره، فطلوع الشمس يتأخر، طلوع الفجر يتأخر، وغروب الشمس كذلك يتقدم. إن في ذلك أي فيما ذكر لعبرة لأولي الأبصار، لذوي القلوب المبصرة التي تعرف أن لهذا الكون خالق ومدبر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة، الدابة هي كل ما يدب على الأرض أي يتحرك
ويدخل فيه الطير في الهواء والحوت في الماء. والله خلق كل دابة من ماء، قيل من نطفة التي هي المني، وفي هذا تغليب لما خلق من نطفة على غيره، لأن بعض المخلوقات لا تخلق من نطفة وإنما تخلق من الانقسام ولا لا. وقيل المراد والله خلق كل دابة من ماء، أي من الماء المعروف، لأنه يدخل في تركيب كل حي، لأنه يدخل في تركيب كل حي كما قال سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم قال الله سبحانه منهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى المخلوق ولا لا؟ من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ماذا تلاحظون يا أخواني في هذه الآية؟ أن الله عز وجل رتب الخلق على الأعجب، على الأعجب ولا لا؟ فما كان يمشي بلا آلة أعجب ممن يمشي برجلين، ومن يمشي برجلين أعجب ممن يمشي على أربع ولا لا يا أخواني؟ فالله عز وجل رتب هذه الآية على الأعجب في الخلق، فبدأ بذكر من يمشي على بطنه، ثم ذكر من يمشي على رجلين، ثم ذكر من يمشي على أربع. وقوله سبحانه وتعالى على أربع، نلاحظ أن بعض الأشياء يكون لها كم رجل؟ أكثر من أربع ولا لا؟ فلماذا ذكرت الأربع واكتفي بها؟ قالوا لأن الأربع بها قوام المشي، لأن الأربع بها قوام المشي، وما زاد عن الأربع فهو زيادة في الخلقة لا يحتاج إليه، هكذا قال بعض المفسرين، هكذا قال بعض المفسرين. ويمكن أن نقول إن الله عز وجل قد ذكر الأعم الأغلب في الخلق ولا لا؟ فكون أحد يزيد عن أربع هذا مخلوقات، ها يا أخواني، قليلة. الأعم الأغلب إنما يمشي على بطنه كالزواحف، أو يمشي على رجلين كما إيش كالإنسان، أو يمشي على أربع كالدواب. ثم قال الله سبحانه وتعالى كالأنعام، يعني الإبل، البقرة، الغنم إلى آخره وغير ذلك وسائر الحيوانات. ولهذا قال سبحانه وتعالى يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك ختم الآية مناسبة لمضمونها فقال إن الله على كل شيء قدير، فخلق هذا بلا رجلين، وهذا برجلين، وهذا بأربع، وجعل لتعلموا أن من مشى على رجليه أو على أربع أرجل فإنما هما سبب، إذ قد أجر الله عز وجل مخلوقات بالمشي بلا آلة. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الله أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة الكثيرة، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر، من أراد الله عز وجل لهم الهداية والاعتبار والتذكر. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله عن هذه الآية هذه آية اعتبار، يعني إذا قرأ الإنسان فليقرأها معتبرا، فليقرأها معتبرا، وليتذكر من خلق هذه المخلوقات ومن رزقها فهو المستحق لمن يعبد للعبادة، وهو المستحق لإفراد العبادة له سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. يا أخواني لو تأملنا هذه الآية تتحدث عن صنف من البشر، هم
هم المنافقون. ولذلك إذا عرفنا أنها تتحدث عن المنافقين فنعلم أنها مناسبة لما قبلها، لأن الله عز وجل ذكر المؤمنين وذكر الكافرين، ثم بين أن هناك صنف يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم المنافقون، فقال سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا، أي المنافقين يقولون قولا بألسنتهم لا يجاوز حناجرهم، لم يصل إلى قلوبهم، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، دعوة آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا، كذلك أننا آمنا وعملنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولذلك ختم الآية بقوله: وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، أي أن الإيمان أيها المدعون ليس فقط دعوى باللسان، وإنما هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله أعرضوا واستكبروا، إذا فريق منهم معرضون، كما قال سبحانه في آية أخرى: ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى أن قال: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن هل هم معرضون دائما أيها الإخوة؟ هل هم دائما يعرضون عن حكم الله؟ ها؟ لا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي أنهم غير معرضين إلا لأنهم يعرفون أن الحق ليس في صفهم، لكن متى ما كان الحق في صفهم يأتوا إليه مذعنين، بمعنى أنهم إذا رأوا أن الحق في صالحهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، فإذعانهم لم يكن عن اعتقاد أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواهم. ولذلك لما خالف الحق قصدهم، أو حينما يخالف الحق قصدهم في مواطن أخرى، فإنهم يعرضون كما فصفهم الله عز وجل. فمن صفات المنافقين أيها الإخوة أنهم يعرضون عن الحكم إذا كان في غير صالحهم، ها، ويذعنون إذا كان الحكم في صالحهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا حالهم، يعني لماذا يذعنون هنا ويعرضون هناك، قال: أفي قلوبهم مرض، أفي قلوبهم مرض، يعني لازم لها، أم ارتابوا، أي قد عرض عليهم شك في دين الله عز وجل، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. بل هنا للإضراب ولا لا؟ ما المراد بها بل هنا؟ بل أولئك هم الظالمون. قال العلماء: الإضراب هنا إما إنكاري إبطالي، بمعنى أنهم لا يتحاكمون للأسباب التالية، للأسباب الثلاث، يعني أنهم يذعنون إذا كان لهم الحق، ويعرضون إذا كان الحق مع غيرهم، لأحد الأسباب الثلاثة: إما أن في قلوبهم مرض، أو أنهم مرتابون وشاكون في دين الله عز وجل، أم يخافون أن يحيف الله، أن يظلمهم الله عز وجل. المعنى الثاني أن يكون للإضراب الانتقالي، أي ولا واحد من هذه الثلاثة، أي ليس في قلوبهم مرض، وليس في شكهم ريب، وهم يعلمون أن ما ذكر في هذه الحكومة حق ويقين، ولا يخافون أن يحيف الله عليهم،
لأنه لا يمكن أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بغير العدل، بل السبب الحقيقي وراء حالهم هذا هو الظلم والعدوان، بل أولئك هم الظالمون. واضح يا أخواني؟ فإما أن يكون السبب هذه الأمور الثلاثة، أو يكون ولا واحد من هذه الأمور الثلاثة، بل هم ليس في قلوبهم مرض ولم يرتابوا ولا يخافون، بل إنما فعلوا ما فعلوا من أجل ظلمهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين. المناسبة ظاهرة ولا لا يا أخواني؟ لأنه لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين المذعنين له، فقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. أي هؤلاء هم المؤمنون حقا أيها المنافقون. أنتم تقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن هل هي إيمان حقيقي؟ لا، يتبين حينما تأتي إلى التحاكم، فإنك إن حكم لك أذعنت وإن حكم لغيرك أعرضت، لكن المؤمن الحقيقي هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، سواء كان الحكم له أو عليه، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون في مقابل ذلك الظالمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. ما مناسبة هذه الجملة يا أخواني لما قبلها، أو هذه الآية لما قبلها؟ ماذا تلاحظون في الآية السابقة يا أخواني؟ أن هناك طاعة مخصوصة ولا لا؟ وهي التحاكم. فلما أثنى الله عز وجل على المؤمنين بأنهم يطيعون ربهم طاعة مخصوصة وهي طاعة التحاكم، أثنى عليهم بالطاعة عموما، وأنهم يطيعون الله عز وجل دائما وأبدا في كل أحوالهم، فقال: ومن يطع الله ورسوله. فلما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما، أي يطع الله فيما أمر ونهى، فيما أمر، ويطيع الله عز وجل في ترك ما نهى، ويخشى الله أي فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل من أموره، فأولئك هم الفائزون. طيب، ما معنى التقوى هنا في هذه الآية؟ التقوى هنا يا أخواني في هذه الآية المراد بها ترك المحظور على وجه الخصوص. والسبب في قلنا أن التقوى هنا ترك المحظور لأنها اقترنت بالخشية والطاعة، فإذا اقترنت التقوى بالأمر بالخشية والطاعة فالمراد بها ترك المحظور، وإذا أفردت أمر بالتقوى عموما أفردت لوحدها فالمراد بالتقوى فعل المأمور وترك المحظور. كما قلنا في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا تعريف التقوى إذا أفردت، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. إذا قرنت بالطاعة فإن معناها يكون ترك المحظور فحسب، لأن الأمر بالمعروف أو بالطاعة قد ذكر وقرن معها. فإذا هنا في هذه الآية ويتقه، التقوى هنا هل هي فعل المأمور وترك المحظور أو هي فعل المحظور فحسب؟ أو ترك المحظور، عفوا، ترك المحظور. لماذا؟ لأنها قرنت بالطاعة.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة. أقسموا من هم؟ المنافقون. جهد أيمانهم أي بلوغ الغاية في عقدها وانعقادها، يعني إذا رأيت، ولذلك أخواني غالباً الكذاب إذا رأيت الإنسان يحلف الأيمان المغلظة ففي الغالب أنه إيش؟ كاذب، لأن الصادق أخواني لا يحلف إلا إذا طلب منه ويحلف يميناً واحداً، لكن الكذاب كاد المريب أن يقول خذوني. وهكذا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يحلفون ويقسمون جهد أيمانهم، يعني بلوغ الغاية في انعقاد اليمين. لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجون، لا احنا عندنا طاعة ونطيع الله دائما في كل شيء، حتى في الغزو في الحرب نخرج. فماذا أجابهم الله؟ قل لا تقسموا، يعني لا تحلف، طاعة معروفة. للعلماء يا أخواني في قوله تعالى طاعة معروفة قولان، أي قد علم، القول الأول أي قد علم طاعتكم فهي معروفة أنها طاعة قول لا فعل معه، هذا واضح، هذا القول الأول. طاعة معروفة يعني أن طاعتكم نعرفها وخبرناها فهي معروفة مجرد أقوال لا أفعال معها، وعلى هذا فهي بمعنى الخبر، أي تخبر عن طاعتهم، عن شيء قد عرفوا به، يقسمون جهد أيمانهم، فإذا أتى الجهاد وأمروا بالخروج ها تخلفوا، كما قال الله سبحانه. هذا ديدنهم دائما يا أخوان، الكذاب يحلف يكثر الحلف، لذلك ينبغي للإنسان ألا يكثر من الحلف. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم، احفظوها يا أخواني أصلا بألا تحلفوا كثيرا، واحفظوها كذلك بأن إذا حلفتم أن تبروا بها واحفظوا أيمانكم. ولذلك كثر عن المنافقين الحلف، فقال الله عز وجل: يحلفون لكم لترضوا عنهم، ليحلفون لكم لترضوا، أي شيء يحلفون. اتخذوا أيمانهم جنة، إذن ديدن المنافقين هو الحلف والإكثار من الحلف، فلا ينبغي أن يكون ذلك ديدن المؤمن. طيب، القول الثاني في معنى طاعة معروفة، قال العلماء هذا أمر وليس بخبر، أي أمر لهم، أي ليكن أمركم طاعة معروفة، أي من غير حلف ولا إقسام، ما يحتاج أن تقسمون، نحن لا نريد أن تقسمون، هذا أمر لهم، أي ليكن أمركم طاعة معروفة في المستقبل، أي من غير بالمعروف، من غير حلف ولا إقسام. كما أن المؤمنين لا يحلفون عندما يطيعون ربهم، فكونوا كأنتم مثلهم، يعني لا تقسموا طاعة معروفة، إما إخبار أن طاعتكم هي مجرد أقوال لا أفعال معها، أو أمر لهم بعدم الإقسام مستقبلاً، وأطيعوا كسائر المؤمنين بلا حلف. طاعة، الطاعة معروفة بدون إقسام، أمرناكم بالخروج أخرجوا كما يخرج المؤمنون، واضح يا أخواني؟ واضح؟ طيب، إن الله خبير بما تعملون. على كل حال الآية تحتمل كلا المعنيين، إن الله خبير بما تعملون، أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإن راجع على المخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من ذلك التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا
أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به فإنما عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حُمِّل من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حُمِّلتم من تعظيم ذلك والقيام بمقتضاها، وإن تطيعوه، أي تطيعوا رسولكم، تهتدوا، لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، وهو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي إنما على نبينا سبحانه وتعالى فقط البلاغ، وهذا من رحمة الله عز وجل بأنبيائه، إذ الله عز وجل كلفهم بماذا؟ بالبلاغ. هل كلفهم بهداية الناس؟ لأنه يأتي نبي وليس معه أحد، هل هو نبي نقول معاذ الله نبي لم ينجح في دعوته؟ لا، لأن الله عز وجل قد أمره فقط بالبلاغ، كما قال سبحانه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم مسيطر. ولذلك يا أخواني، الإنسان مأمور بالدعوة إلى الله، مأمور بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. طيب، هل الاستجابة مما كلف الله عز وجل بها الداعين؟ لا، لكن إذا استجيب فالحمد لله تحققت الثمرة، وإذا لم يستجب قامت الحجة، وإذا لم يستجب قامت الحجة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الوعد أيها الإخوة يكون بالخير ويكون بالشر، فالخير كما في هذه الآية، والشر كما في قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. فالوعد هنا وعد بالخير، وهو أنه قد وعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء في الأرض، أي سينصرهم ويجعلهم أئمة. ولذلك لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالخلافة بعده أبو بكر، فحارب المرتدين وأرسل الجيوش إلى فارس والروم، ثم قام بالخلافة عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم قامت الدولة الأموية، ثم قامت الدولة العباسية، ثم الدولة العثمانية، فامتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك من الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وغير ذلك. وهذا كله من تحقيق هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة بعد، أليس كذلك إخواني؟ كما قلنا أنها نزلت سورة النور في السنة الرابعة، الآن في بداية الدولة الإسلامية، ومع ذلك حصل هذا الوعد وتحقق وعد الله عز وجل لأنبيائه لعباده المؤمنين: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، كما قال كذلك لموسى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟
قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، الضعينة من الحيرة يعني المرأة، حتى تطوف في البيت في غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز يعني شيء، يعني ما تقول الآن تفتح أمريكا ولا تفتح الدولة العظمى، شيء عظيم. قال نعم كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله، حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف في البيت في غير جوار، يقول أنا رأيته وهو في حياته رضي الله عنه. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، كان من الجيش. والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، اللي هي إيش؟ ليبذلن المال في آخر الزمان، هذا المال يبذل ولا يلتفت له أحد. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، يعني هذا مقتضى الإيمان، يقول قالها النبي، قالها قبل أن تفتح كسرى وأنا رأيت اثنتين، فلا بد من حصول الثاني. الشرط يا أخواني في التمكين والاستخلاف ها، وتبديل الخوف إلى أمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن الشرط في الاستخلاف يا أخواني وتبديل الخوف والتمكين في الأرض ما هو يا أخواني؟ إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وترك الشرك. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. ولذلك الصحابة لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر البلاد. لما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ذلك الظهور بحسبهم يا أخواني، فكلما كان الناس إلى ربهم أقرب نصرهم الله، وكلما تركوا عبادة الله وأشركوا معه غيره ها نقص هذا التمكين. ومن كفر قيل أراد كفر النعم، إذا وقعت فيكون الفسق هذا فسقا غير مخرج من الملة، وقيل أراد الكفر والفسوق المخرجين من الملة، وهو ظاهر قول حذيفة فإنه قال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاق وقد ذهب ولم يبق إلا كفر بعد إيمان. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وبهذا الآية نختم هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.